قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أن دراسة دقيقة لقرارات محكمة التمييز العراقية في القضايا المتعلقة بالإرهاب أظهرت أن القضاة تجاهلوا مزاعم التعذيب أو اعتمدوا على اعترافات غير مدعمة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهرا. وأكدت المنظمة أن فحوصات الطب الشرعي أثبتت بعض مزاعم التعذيب، مبينة أن بعض الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى، ويبدو أنها انتزعت بالقوة عن طريق التعذيب حسب دراسة المنظمة. ودعت المنظمة الدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة داعش إلى الاتفاق على عدم نقل المشتبه بانتمائهم إلى داعش من سوريا إلى العراق، إلى أن يتمكن النظام القضائي العراقي من ضمان امتثال المحاكمات الجنائية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.